عقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي سمكة كانت عالقة بفخ في قاع البحر، فبادرت السمكة بمرافقة منقذها خلال رحلة بحرية لأكثر من 5 دقائق. وروى المصور الخاص بسموه علي عيسى في فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق سناب شات وصفحته بموقع يوتيوب أن ولي عهد دبي كان في رحلة صيد بحرية وشاهد سموه سمكة عالقة بفخ في البحر لا تستطيع التحرك يمينا أو يسارا، فعمل على تحريرها. ويضيف عيسى: أنت تقول تبغي تشكر الشيخ، تبغي يعني سبحان الله شيء ما يتصدق يعني، لكن سبحان الله السمته تمت بس عند الشيخ. سبحان الله يعني مو بعارفين شو نقول، يمكن البعض ما يصدق، لكن هذا اللي انا شفته وبغيت انقله لكم، واتمنى ان الصور تتكلم.